دي حاجة كبيرة لماتش النهارده والمكسب على الداخليه ودفع فريره بمجموعه كبيره من اللعيبه الشباب، والماتش لما عصلك شويه كان انطباعك ايه؟ وشفت ازاي فكره انه في المجموعه الكبيره دي النهارده بيظهروا بسم الله ما شاء الله حلوين ومبشرين، مش عايز اديهم يعني بمعنى اصح كده ايه، يقول لك دايما الاعلام بيبقى سبب انتكاسه اللعيبه فبيديهم اكبر من حجمهم، انما هم الحقيقه مبشرين يعني. طيب بالنسبه للماتش يعني برضه هو مرتبط بالموضوع اللاعبين اللي كنا بنتكلم فيه، ان في ظروف اتحطينا فيها خلاص. انت عندك الدوري الانجليزي خلص والناس بتاخد اجازه، واحنا دلوقتي بنلعب ماتش في الكاس الجديد، وقبلها ب 10 ايام بنلعب ماتش في الكاس القديم. ويعني وفي اجنده دوليه، وفي ماتش اتحشر كده في اخر يوم في الاجنده الدوليه، ايوه ماتش كوريا. فالظروف اتحطينا فيها، يعني الراجل اتحط فيها والنادي اتحط فيها. احنا كمان بقالنا اكتر من شهرين عملنا اسسنا فرقه الامل والراجل مركز فيها جدا، وكابتن اسامه نبيه وكابتن احمد عبد المقصود وكابتن ايمن طاهر متولين الفرقه دي بتعليمات من اداره الكوره ومن المدير الفني، علشان احنا كنا متوقعين ان احنا هنيجي في وقت من الاوقات هنتزنق. احنا ما بنلعبش الشباب اللي لعبت النهارده علشان احنا عايزين نجرب وجوه جديده، احنا اجبرنا وهم كانوا عند المسؤوليه، يعني لما اتطلبوا الناس كانت موجوده الصراحه، وكان اظهروا يعني شخصيه قويه واظهروا اداء يليق بلعيبه بتلعب في نادي الزمالك. فالظروف اللي احنا اتحطينا فيها وضغط المباريات والاصابات اللي موجوده واللعيبه اللي موجوده في المنتخب، وطبعا قبل ده كله وقف القيد لفترتين، فانت ما يعني بقى عندك مشاكل كتير. كنت محتاج يعني لما بقول وقف القيد فترتين بقول لان انت كنت الفرقه محتاجه صيانه، الفرقه كانت محتاجه حد جديد يدخل يشيل معاهم في مراكز معينه، ده ما حصلش. فطبعا كان ماتش صعب جدا. فرقه الداخليه فرقه انا الصراحه اتفاجئت بادائهم النهارده، يمكن الواحد في عقله الباطن دايما بالنسبه له فرقه الداخليه هتدافع، ايوه دافع وتسعى ورا الكوره وواحد بس بيعدي قدام وبتلعب. لا النهارده فرقه الداخليه بتلعب وبتهاجم وبتضغط وماسكين علينا كوره، ودي حاجه محترمه الصراحه، ونتمنى ان كل الفرق اللي في الدوري ان هي بقى عندها الشخصيه دي، لان في الاخر هي الكوره يا جماعه معموله عشان الناس تستمتع يعني.